اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت وتيلي ميديسن. وفي انتظار المكالمات والاسئله والاستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا استاذ حسام، لقاء متجدد جميل مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، وكل عام وانتم بخير وانت طيب، وان شاء الله كده تكون في احلى حال واحسن حال وطيب على طول يا رب. طبعا احنا رمضان على الابواب، ودايما طبعا بيسعدنا ان السادة المشاهدين يعني او مرضى السكر والغدد الصماء اي استفسارات نبدا معاهم نتكلم. تمام حضرتك، من اول مره احنا مبوصين الكنترول، يعني ان هو على طول لو في مداخلات ان شاء الله جاهزين. طيب قبل ما تبتدي هجوم من المشاهدين على الاتصالات، كان في سؤال انا كنت عايز اساله بصراحه. اتفضل. يعني كان شغلنا من الحلقه اللي فاتت بس ما كانش في وقت. نعم. يعني متى او امتى الدكتور محمد سعد يقول للمريض السكر بالامر مباشر افطر حتى ولو قبل المغرب او قبل بساعة ولا ساعتين؟ بساعة او بساعتين. طيب هو حضرتك بوجه عام مرضى السكر في معظمهم ينفعوا يصوم، يعني معظمهم كده ممكن نقول 95%. ال 5% اللي حضرتك بتقول عليهم دول ممكن نقول بعضهم هنمنعهم من الصيام، وبعدهم نقول لهم امتى يقطع الصيام. يعني تمام. يعني هو لو صايم امتى يفطر؟ فاللي همنعهم من الصيام من البدايه نقول اللي هو السكر، اللي هو النوع الاول اللي هو بيجي للاطفال، ويعني اطفال يعني ايه؟ يعني من سن يوم لحد سن مثلا 15 سنه او ما الى ذلك. وده بيكون فيه نقص انسولين في الجسم. هل كل النوع الاول دول هيفطروا؟ اقول لك لا. في احيانا النوع الاول ده سكره ما بينظبطش خالص. يعني دوس لقيت 300 و400 و200 وما الى ذلك. لو طيب هتفضل. طيب ناخد اتصال. استاذ عصام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل الدكتور سامعك. اتفضل يا استاذ عصام. انا كنت اتصلت من اسبوعين، واتصلت بالدكتور ووصف لي مضاد حيوي عشان عدد مرات التبول وكده كانت كتيره، فالحمد لله اخذت علبة مضاد حيوي وكده، فالحالة الحمد لله أحلى. الحمد لله. بس عندي مشكلة تانية يا دكتور، أنا ما بقدرش أسجد على الأرض من رجليا. لا حضرتك عندك سكر؟ أنا عندي سكر. ما رجليك؟ أنا عندي 56 سنة ووزني 94 كيلو، وعندي سكر من 20 سنة أو 21 سنة. طيب يعني إيه ما بتعرفش تسجد سيادتك؟ بحس بألم في فوق صابونة الرجل كده في أول الورد، وفي بطن صابونة الرجل جامد، ما بقدرش، ألم في الجزء ده تحت في ورا وقدام. لا بس أعتقد ده حضرتك يا إما لازم تخس، وأخبر حضرتك، لأن ده أعتقد ده عظام يعني، وما أعتقدش إن هيبقى فيه علاج مؤثر قوي إلا وزنك يخس، عشان لما تيجي تسجد إن شاء الله الـ يعني الـ العظم بتاع سيادتك او الهيكل العظمي يقدر يتحمل الوزن اللي هو بيبقى يتحط على الركبتين اثناء السجود. ده يا دكتور في بطن الرجل كده، في بطن صابون الرجل كده الم شديد. لا كف الرجل من تحت، بطن الرجل من تحت. في صابون الرجل ورا كده في الخلف، الجزء اللي ما بين الساق والورك كده من الخلف. ظهر ظهر مفصل الركبه. في دوالي عندك؟ في لا مفيش. طب وانت بس بتسجد ولا وانت واقف كمان؟ لا وانا بسجد ما بقدرش اسجد على الارض، يعني وانت بتسجد على الارض ما بين الركعتين مثلا كده ما بعرفش اقعد الفيصل ما بين السجدتين، ما بعرفش خالص. لا دي لازم حد من زملاتنا يا اما تعمل اشعاعات على الركبتين نبص عليهم واخبار حضرتك، يا اما حد من زملاتنا بتاع العظم يبص عليك واخبار حضرتك، لان اعتقد ده. طب هقول لك حاجه، هناخد حاجه كده حبايه كل يوم واخبار حضرتك، اسمها كتافلام 50 مللي جرام. احنا بنقول الـ 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 الحلقه دي بتنزل على اليوتيوب، حتى الناس اللي هي مش هتعرف تكتب تطلعها بكره تلاقيها على اليوتيوب.
تسمع اسمها كاتافلام 50 ملي جرام حبايه بعد الاكل. شكرا استاذ عصام. لمده اسبوع احتمال كبير تجيب نتيجه ان شاء الله. طيب. ان شاء الله. وبالنسبه للساده المشاهدين زي ما الدكتور محمد سعد بيقول اللي ما بيلقطش اي اسم دواء او اي شيء بتطلع الحلقه من على الفيسبوك او اليوتيوب وبتلاقي الحلقه كامله بعديها باربع ساعات من دلوقتي يعني. فاحنا حضرتك في ناس هنمنعها من الصيام من البدايه. تمام. يعني قلنا النوع الاول اللي هو السكر بيجي في سن من اول يوم لحد سن 18 15 14 10 سنين، احيانا بيتاخر شويه. الناس دول عاده بيبقى تظبيط سكرهم. طيب اتفضل. استاذ عصام. أيوة. السلام عليكم. اتفضل. بقول لك يا دكتور، انت كنت حضرتك في حلقه من الحلقات قلت فيه دواء بيخفف بيخفض السكر وبيخفف الوزن، فانا عندي شويه دهون في منطقه البطن كده. ده الجلوكوفاج، ده الجلوكوفاج حضرتك، ده 1000 ملي جرام، هتاخد حبايه في رمضان بعد السحور وحبايه بعد الفطار. انا باخد جلوكوفاج اكس ار برضو 1000. كم واحده في اليوم؟ كم واحدة؟ باخد واحدة بعد الغداء. خلوهم اتنين. وخلوهم قبل الاكل. بص خلوهم قبل الاكل. ما تتكلمش معاك. سنة بس. خلاها حباية قبل الاكل بنص ساعة مرتين في اليوم. لو في رمضان يبقى فطار وسحور. ان شاء الله. طب يا دكتور انا كنت باخد جاردينيز بس كان بيخليني هو خسسني وعمل البطن شوية. بس كان بيخليني اروح الحمام كتير جدا. ايوة. واشرب مية. سعره كام؟ اللي ب 400 وحاجه العلبه اللي هو تقدر تستحمله حاجة. فلوس تقدر تستحمله. خلاص كمل عليه مفيش مشكله، بس بيخليني اروح الحمام كتير جدا في الاول بس، وبعد كده مش هيعمل حاجه. بس اشرب ميه كويس وانت قبل وانت صايم، قصدي بالليل قبل السحور اشرب ميه كويس. الف سلامه. طب يا دكتور مفيش نوع تاني؟ معلش يا استاذ عصام بس عشان غيرك لو سمحت. ماشي شكرا يا استاذ عصام. شكرا. معنا اتصال تاني. ام مروان سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. بعد اذنك اكلم الدكتور. اتفضلي يا دكتور سامي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. اهلا وسهلا. بعد اذنك يا دكتور، كنت عامله تحاليل وطلع عندي التهاب. طلع عندك ايه؟ كنت عامله تحاليل وطلع عندي التهاب في العظم شديد. التهاب في العظم. يعني ايه التهاب في العظم؟ طلع عندي مسبب لي مكروب في الدم 16 من 6. انت هتوطي التلفزيون بس مش عارفين نسمع لان ام مروان لو سمحتي بس وطي التلفزيون واقفليه واسمعي الدكتور عشان يسمعك وتسمعيه. شكرا. بتقولي ايه سيادتك؟ قلنا التهاب في العظم. انا عامله وسبب لي مكروب في الدم طلع عندي 16 من 6. ايه 16 من 6 دي؟ مكروب في الدم. يعني ايه 16 من 6؟ مفيش حاجه في الطب اسمها 16 من 6. هو انا عملت ما فيش حاجه اسمها مكروب في الدم برضه، دول بعيد عنك بيكونوا بيموتوا. انا الصراحه دكتور ما اعرفش اسم التحليل، ما بعرفش اكتب ولا، فابقى اقوله لك مره واقوله لك. طب خلاص اتصل مره تانية وقوله لي مظبوط ان شاء الله. احنا هنبقى الاسبوع الجاي موجودين برضه. ماشي شكرا. شكرا مروان. ناخد اتصال اللي بعده. استاذ محمود سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. الخير يا فندم. سنور اهلا وسهلا. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل سامعك الدكتور. اتفضل يا استاذ محمود. والله يا دكتور انا من سنه كده جاني سكر، كان وزني 130 كيلو. وقابلته بالستوفاج يعني لمده سنه دلوقتي. تمام. والدنيا تمام مظبوطه، والتراكم بتاعي 5.5 والصايم 110، يعني الدنيا مظبوطه. بس جسمي بيخس ما اعرفش من ايه. بتاخد قد ايه جلوكوفاج يا حبيبي؟ انا باخد 500 وبطلته بقالي شهر دلوقتي. بطلوا بقالك شهر وحملت تحليل امبارح؟ عملت. طلع الصايم كام؟ لا عملته فاطر بعد الغدا بساعتين. طلع كام؟ طلع 130. من غير اكل؟ لا كنت واكل. طيب قصدي انت دلوقتي بتخس، وصل وزنك كام بعد ما كنت 130؟ في السنة دي اتخسيت 30 كيلو. عامل رجيم ولا خسيت وانت بتاكل؟ لا. عادي. لا خسيت وانا باكل مع الستوفاي. طيب بتنام كويس بالليل؟ لا. في ضربات قلب في ضربات قلب سريعه؟ في. بتعرق ولا حاجه؟ ايديك بتعرق او كده؟ لا لا لا. في اسهال او امساك او اي حاجه؟ لا يا فندم لا. طيب اعمل لي تحليل الغده الدرقيه وكلمني الاسبوع الجاي. روح المعمل قول له عاوزين نعمل تحليل الغده الدرقيه. طب وايه تاني؟
الغده. واعمل لي سرعه ترسيب وصوره دم، وخلي المعمل يقول لك ايه الغلط اللي فيه عشان تملهوني. ماشي؟ يعني اكلمك على في البرنامج هترد علي. ماشي. شكرا استاذ محمود. شكرا. اتفضل يا دكتور. ففي ناس بنقول لهم زي ما قلنا النوع الاول ده هنخليه ما يصومش، لانه الا في حالات معينه، يعني سكره يكون مظبوط، اتنين وزنه مظبوط، واخد بالك، ما بيجلوش احيانا نوبات نقص سكر، يعني واحد عنده مثلا 15 سنه. تمام. دايما النوع الاول لو كان المفروض يكون وزنه 60 كيلو بتلاقيه 35 40 50، ده ما يصومش. طب افرض ان ال 60 ده من البدايه، هو 70 75 60 في الطبيعي بتاعه، وسكره الصايم مثلا بيطلع 100 110 والفتره بيطلع 130 140، ده يصوم. تمام. طب افرض سكره مثلا 400 ولا 300 ما يصومش. هنقول ليه دلوقتي؟ عالي. او الولد ده كل يومين او يوم سكره يهبط يبقى 50 و40 و60 و100 ويجي له ويقع والكلام ده، ما يصومش. متغير. لا احنا هنخاف بقى ان ده سكره متغير زي ما انت قلت، ونخاف ان هو يجي في رمضان ما ياكلش او يعمل مجهود والسكر يروح واقع منه. ففي الحاله دي مشكلة. تسبب له مشكله. فاحنا في الحاله دي نخاف ان هو يبقى صايم. واخد بالك؟ يبقى اذا سكره يكون مظبوط، وزنه مظبوط، ما يجيلوش نوبات نقص سكر في الفتره اللي فاتت دي، بقاله شهرين ثلاثه، يصوم عادي. وهنقول ازاي يصوم. طب هنيجي على النوع الثاني. النوع الثاني دول الناس عاده بيبقى وزنهم اكثر من الطبيعي. يعني مثلا حضرتك يعني اكثر من الطبيعي ازاي؟ يعني مثلا المفروض يكون وزنه 70 كيلو او 80 كيلو، بيبقى 130 120 100. ده فوق واعلى من كده. وسبب السكر هنا ما بيكونش البنكرياس تعب، يعني قصدي ما بيكونش نقص انسولين حاد، ده بيكون الدهن الكتير اللي في جسمه، واخد بال حضرتك، خلى الانسولين ما يشتغلش كويس. تمام. فالدهن الكتير بيبقى عبء على البنكرياس، والبنكرياس يطلع انسولين لكن ما يشتغلش. يعني يا دكتور التخن الزياده عن اللزوم والدهون بتخلي البنكرياس يتباطأ في الحركه او في يعني هقول لك ازاي. انت عندك دلوقتي الجسم ده المفروض يبقى 70 كيلو، بيطلع المفروض البني ادم الطبيعي يبقى له 40 او 50 وحده انسولين بيطلعوا من البنكرياس في اليوم. طيب ده بيشتغل على 70 80 كيلو لنبسط الامور يعني. تمام. اما يكون وزنه 100 120 يبقى احنا عايزين بدل ال 40 وحده عايزين 70 وحده. مش موجودين. لا هيطلعوا وهيشتغلوا. بس اللي كان بيشتغل المكنه اللي هو البنكرياس بدل ما كان هيشتغل 40 50 سنه طبيعي هيتقصف عمره. جهد عالي. فبدل ما يقعد 30 40 سنه يشتغل يعطل بعد 25 بعد 30. صح. فيبدا بدل ما كان بيطلع 70 و80 وحده يبدا يطلع 40 و30 والكلام ده. دول برضو كافيين للوزن العادي لكن مش هيبقوا للراجل التخين. صح. نقص الانسولين في حد ذاته يخلي العيان يخس، لان الانسولين ده هو البنه. يعني ايه هو البنه؟ يعني لو واحد بياكل كويس وكل حاجه والانسولين مش كفايه يخس، ينزل في الوزن. مفيش بنه. انت جبت زلط ورمل واسمنت وطوب، مفيش بنه، الحيطه هتتبني. العامل مش موجود. هو العامل هو الانسولين. طب المفروض تجيب تلات عمال، جبت عامل واحد، يبقى هيتبني ربع المبنى. بقى في كسور يبدا يخس ويسلي. تمام. فانسان بيخس وبياكل كويس نخاف لا يكون هنا نقص انسولين. ناخد اتصال. استاذ محمد السلام عليكم. السلام وبركاته. السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل دكتور. سامع. اتفضل يا استاذ محمد. بقول لك يا دكتور انا عندي السكر بقالي تقريبا دلوقتي 5 سنين. نعم. اتفضل يا فندم. وبقالي يمكن دلوقتي 15 يوم بقوم من النوم بلاقي ايديا الاثنين منملين. طيب. يعني حصل معايا الكلام ده من بقاله 15 يوم فات لورا فقط لا غير. ايديك الاثنين منملين وانت قايم من النوم؟ اول ما اقوم من النوم. طب انت شايفني على الشاشه دلوقتي؟ انا شايفك على الشاشه. ايدك اهي التنميل من ورا ومن قدام.
مش واخد بالي والله، بس تقريبا من قدام يا دكتور. يعني من هنا؟ من الكف كده. طيب الايد كلها الايد كلها اللي منمله ولا جزء وجزء؟ لا الايد كلها يا دكتور. والناحيتين زي بعض؟ والناحيتين زي بعض. وانت نايم بس ولا الصبح كمان بتحصل؟ لا لا بتحصل لي لما بقوم من النوم. تقعد قد ايه لما تقوم من النوم تبقى موجوده؟ ما بعرفش انا بعد كده لما بنشغل بايديا بعد كده ان انا انزل اروح الشغل والكلام ده كله ما بحسش، بس المهم انا بقوم من النوم حاسس بتنميل في ايديا الاثنين، يعني زي ما يكون في كهرباء في ايديا الاثنين. كل يوم كل يوم ولا بعض الايام والايام لا؟ لا بقالي 15 يوم. لا 15 يوم دي ما خدش بيها ان هو مرض دائم، واخد بالك؟ عشان ايه انت عندك سكرك كام الصايم؟ استاذ محمد وطي التلفزيون بس شويه علشان الدكتور يسمعك. انا بجيب الصايم بصراحه لكن دايما بجيس وانا واكل. الفطر كام؟ الفطر بيبقى من 200 ل 350. طيب امني البنيله يا محمد بتاخد علاج ايه يا محمد؟ باخد جلايبوفين. ايه؟ جلايبوفين. طيب كم حبايه ده؟ حبايه واحده الصبح بس. اللي هو 5 500 ولا 5 كام؟ اللي هو 5 خليها 5 على 1000. 5 خليها حبتين في اليوم. وفي رمضان تخليها واحده قبل السحور وواحده قبل الفطار ان شاء الله، وبعد 20 يوم تصل بينا. الف سلامه. شكرا شكرا استاذ احمد. استاذ محمد. معانا ام احمد من الفيوم. السلام عليكم. هوطي بس التلفزيون. بداية وطي التلفزيون وعلي صوتك شويه. متشكرين. زكية برافو عليك. اتفضلي. منتظرينك. وطيتي التلفزيون؟ لا ده بتبطي التلفزيون وبتاخد كوباية شاي. يا ام احمد لسه معانا ولا الخط فصل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كل سنة وأنتم طيب وأنتم بألف خير. الله يبارك فيك. أنا عمري 56 سنة وعندي سكر من 21 سنة وباخد أنسولين. بدأ معايا الدكتور ب 40 وحدة الصبح و20 بالليل. كان عندي جلطة من سنتين وصحيت منها. فالمهم عندي كسور في الشرايين التاجية وعندي ضغط. أنا بقى اللي مزعلني حاليا كان بيجيني بقى هبوط من العشرين وحدة بتاعت بالليل، فرجعت للطبيب تاني شالهم ليه خلاني حللت صايم طلع 170. راح شال الايه كنت بهبط بالليل شال العشرين وحدة. انا بقى دلوقتي جاني نقرس كمان وانا اللي مزعلني. وقت ما انام على المخدة يجيني صداع فظيع مانيش لاقيه له حل. كنت باخد تجرال وبطلته لان انا عملت اشعة على المخ وطلع ما عنديش حاجة تحت الجلطة. الدكاترة بتوع المخ والأعصاب ما كتبوليش التجرال تاني وعندي التهاب في الأعصاب الطرفية. وبيجيني بقى وش في دماغي وش في ودني وبقالي 4 سنين دايخة بها على الدكاترة كلها. يجيني فيها خراريج تطلع وتطفي وتعاود تاني ومش لاقيلي حل. أنا بقى الحل معايا وأنا ينفع أصوم ولا لأ؟ ضغط سكر كسور في الشرايين التاجية ونقرس. وزنك قد ايه؟ وزني خسيت. كام يعني؟ بتاع 70 كيلو وانا 170. وطولك 170. انا كنت 107. طيب قولي لي السكر دلوقتي بعد ما شلتي جرعه الانسولين بتاعك بالليل الصايم كام؟ الصايم 105. الصايم 135. وكنت شلتي جرعه بالليل بالك قد ايه؟ بقالي شهر. وبتاخد الصبح 40 وحدة صح؟ ايوه. ميكس تارد ولا ايه؟ ايوه ميكس تارد اللي هو الرخيص. جميل. وحضرتك ما تخنتيش الفترة دي خالص يعني وزنك؟ انا كنت باخد قبل الميكس تارد قبل الانسولين خالص كنت كان ماشيين على دوماكرون 60 ومعاه سيدفاش. كنت ساعة تاخد السيدفاش كنت بموت منه. طب بصي بقى يعني معايا. بصي يا ام احمد بصي يا ام احمد انت انا هرد عليك اتفضلي اقفلي وهرد عليك. ماشي شكرا يا ام احمد. شكرا بالشفا ان شاء الله. احنا دلوقتي ام احمد هي وغيرها وام احمد بالذات تشرب ميه كتير جدا اثناء السحور. تمام. هتحلل مرتين وهي صايمه. مره الصبح لو لقت سكرها عالي تفطر عشان تاخد العلاج تاني. ما هتاخد الانسولين قبل السحور. تمام. خليها قبل الفطار بتاع ربنا قبل الفطار رمضان يعني اللي هو المغرب.
اوكي، هتاخده الصبح العينه لقيتها طبيعيه تكمل، تيجي العصريه كده او بعد صلاه الظهر تحلل تاني، لقيت السكر 120 130 140 تكمل، افرض لقيته واطي 90 تفطر على طول. على طول 100 تفطر. طب افرض لقيته 300 او 250 وهي حاسه نفسها انها دايخه ولا كده، تفطر عشان تاخد حقنه الانسولين. تمام، وتجرب. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ طارق من الاسكندريه، السلام عليكم. السلام الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. بص يا دكتور، انا في مشكله عندي. اتفضل. دلوقتي انا ايدي اليمين ايدي الشمال الرزق بتاعي بقاله حوالي شهرين مبهدلني من عندي عظمه الرزق ما بين الكف وما بين الساعد. انا اصلا بتمرن جيم. فالرزق ده مش عارف انام منه اصلا، ما بينيمنيش على طول. ادينه مثلا ريباريجيل فاستر، اخد كل يوم ليا حبايه ديكلاك 150، غير ان انا ربطه مستديم على طول ربطه، وبيطقطق بيطقطق كتير جدا، وما برتاحش غير لما اجيب الكف في ايدي ورا خالص على الاخر كده عشان خاطر ايه، احس ان هو ارتاح شويه من كتر ما بضغط عليه. اعمل ايه؟ طيب، في دواء كان اسمه جليفا ريلاكس، دي حبايه ثلاث مرات في اليوم بعد الاكل، وحاول تستعمل كمادات ميه سخنه تحت الدش ولا حاجه، ميه دافيه شويه على نفس الدراع وتربطها برباط ضغط، اسبوع ان شاء الله تبقى كويس، وجليفا ريلاكس او اي بديل ليها. شكرا استاذ طارق. ناخد اتصال لبعض. استاذ محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور محمد. اتفضل. معلش عفوا، انا ابني عنده سكر وجاله السكر وهو عنده 8 سنين. نعم. ودلوقتي هو عنده 17 سنه. فحضرتك يعني بعمل له التحليل قبل الاكل وبعد الاكل، وهو عنده الغده برضو يا دكتور، عنده الغده الدرقيه فيها كسل، فبياخد التروكسين قرصين الصبح على الريق قبل الاكل بساعتين، التروكسين 100، والغده اللي تي اس اتش يعني الحمد لله مظبوطه، بدات تبقى مظبوطه على، لكن دايما السكر حضرتك بعمله قبل يعني صايم وفاطر على الجهاز عندي تقريبا بيبقى في يعني الصايم مثلا في من 90 مثلا لحد 110، والفاطر الفاطر بعد الاكل بساعتين حضرتك ما بيعلاش مثلا عن 160، لكن دايما التراكمي ما اجي اعمله حضرتك بيبقى التراكمي عالي جدا، بيبقى 10 ونص و11. لا طيب حاضر، انت بتسال على الصيام ولا عشان نظبط السكر؟ لا نظبط السكر يا دكتور محمد الله يبارك في حضرتك. طيب، هو بياخد حاضر. بياخد الصبح 7 وحدات هيميلوج هيميلوج 100 و و و لا 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 مش كده، انا هقول لك دلوقتي تعمل ازاي. اتفضل. خلاص طيب. الف سلام. شكرا استاذ محمود. ناخد الاتصال الثاني ونجاوب على الاثنين. ناخد الاتصال اللي بعده. الحاجه سرية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. كل سنه طيبين. وانت طيبه سرية. سرية الله يخليك. بقول لدكتور محمد انا باخد نوفو رابيد 6 و8 و6 وباخد تريسيبا 16 وحده الساعة 10. فأنا دلوقتي في رمضان الجرعة تبقى ايه؟ يعني انت السكر الصايم بيطلع كام يا فندم؟ انا محللة لسه امبارح 134 والفاطر 162. الوزن قد ايه؟ الوزن 98. طيب، ما احنا حضرتك الانسولين كده احنا نستحسن نقلل الانسولين ونقلل الاكل. واخد بال حضرتك؟ أيوة. فاحنا في رمضان هنقسم الجرعه، احنا دلوقتي قلنا 6 8 6 ايوه، يعني 6 و6 12 يعني 20 و16 36. أيوة. كفايه 30 قوي، ناخد 20 قبل الفطار. على فكره الشورت اكتنج ده او اللي هو القصير ده ممكن نشيله خالص، بس التريسيبا مش هيغطي. فهنشوف كده ان ندي حاجه حضرتك اللي هي فيها طويل وقصير، هيبقى 20 قبل الفطار و10 قبل السحور. يعني مثلا هنشوف هو ايه، اي حاجه زي الميكس طارد مثلا ينفع 20 و10 20 قبل الفطار و10 قبل السحور. ايوه، واخد بال حضرتك؟ وتقللي أيوة. كميات الاكل، لان عاوزين نشيل الانسولين ده عشان حضرتك تخسي ان شاء الله. طب اسمه ايه الدواء؟ ميكس طارد. ميكس طارد. ميكس طارد. ميكس طارد. دوت ليه ليه عيار او حاجه؟ ما هو لا معروف، هو مكستر 30 70 معروف ان شاء الله، ما فيش غيره. الف سلام. حاجه سرية، لو ما انتبهتيش لاي معلومه الحلقه بتتعاد على اليوتيوب والفيسبوك، ابقي تابعينا. شكرا. بالنسبه للي قبله كان بيقول ان ابنه، هنا الحته المهمه قوي، الاستاذ محمود، الاستاذ محمود ابنه السكر الصايم واللي بعد الاكل يبدوان انهم طبيعي، ولكن في الحقيقه لما بيعمل التراكمي بيبقى فوق 10،
وفوق 10 ده يعني كتير قوي. الطبيعي احنا عارفينه من 5% 6% اقصى حاجه 6.5. يعني كده مثلا لو كان المستوى ده اللي هو الستة بيساوي متوسط السكر 120، يعني سكره متوسطه 200، شو اللي هو بيقوله ده متوسطه 200. طب ازاي هو بيقيسه؟ يبقى اذا في فترات يا اما الA1C ده غلط، واخد بالك ازاي، يا اما اللي هو في فترات السكر بيبقى عالي. تمام. فطب ازاي احنا نعرف ان السكر عالي؟ في النوع الاول بالذات ما يستحسنش هنعمل صايم وبعد الاكل بساعتين. احنا عندنا 7 مواضع ان احنا بنحلل فيهم تحليل السكر في الدم بالجهاز، قبل الـ3 وجبات وبعد الـ3 وجبات بساعتين. يبقى دول كام عينه؟ صرحت مني. لا معاك. قبل الـ3 وجبات يبقى 3 وبعد الـ3 وجبات بساعتين يبقى 4. يبقى 4 لا 3 كمان. يبقى 6. يبقى 6 ومره قبل الفجر. تمام. يبقى سيادتك هل واحد هيقعد في الدنيا عمال يشكشك كل شويه؟ لا صعب. احنا ناخد مرتين في اليوم مختلفين في كل يوم، يعني النهارده ناخد صايم وبعد الغدا بساعتين، بكره ناخد بعد الفطار بساعتين وقبل العشاء، بعده ناخد بقى قبل الغدا وبعد العشاء بساعتين، وهكذا. تمام. بشرط على 7 ايام اكون انا مريت على الـ7 مواضع دول مرتين، يبقى يحسبهم على مهلهم بقى. تمام. لان كنا هنكون في 7 ايام عامل 14 عينه، يعني كل عينه اتكررت مرتين. صح. احنا نبص عليهم بقى هنلاقي هنا في مواضع السكر بيبقى عالي فيهم، نحاول نظبط. يعني معنى ذلك يا دكتور محمد ان التشخيص المرض جزء كبير جدا من العلاج، يعني البني ادم لا يعني احنا برضه عايزين ننوه حاجه يا استاذ اسامه. اتفضل. ان احنا ما بنعالج عن طريق التلفزيون ده مش علاج 100%، يعني برضو السادة المرضى يعني ما ياخذوناش قوي، ان احنا لا يطالبنا ان احنا هياخد علاج يكفيه او يمنعه او يقيه او يكون كافي ان هو ما يروحش للدكتور، مش غير منطقي. صح. ما فيش طب اونلاين، يعني ممكن احنا كمان يلت اونلاين يعني على الهوا، يعني لو انا قدامي شاشة مثلا وبشوف العيان وهو بيكلمني، واخد بالك الوضع يختلف. يختلف ده يختلف يعني حقيقة احنا دلوقتي بالتليفون كده بعرف عنه بنسبة 30-40%، وممكن ما يكونش بيدي المعلومات كافية بقى. يا ريت، هيبقى فيها غلط. نمرة 2 لما يبقى قدامي في الشاشة اديني كمان 20-30% يبقى ده 60%، لكن عشان اشوف عشان يبقى 100%. صح. بس احنا بنيسر عشان موضوع طبعا الكورونا والناس ومش عارف ايه والكلام ده، وبنحاول برضو عشان ايه يعني درءا للتكلفة، يعني الناس اللي هي مش هتقدر تدفع فلوس، مش هتقدر تعمل تحاليل كتيره، الكلام ده كله، فاحنا بنتعامل معاهم. لكن بعد كده اللي يقدر طبعا يستحسن ان هو يتشاب بطريقه صح يعني. تمام حضرتك. طب لو اضفنا حاجه دكتور محمد، بالنسبه مثلا احنا عرفنا الدواء والاكل، الحالة النفسية والانفعالات هل ليها دخل بالموضوع مرضى السكر؟ لا هو بص، النوع الأولاني عادة ملوش علاقة بالكلام ده. النوع الأولاني ده حضرتك عبارة عن يعني عايز أقول التهاب، هو التهاب بصحة أوي، التهاب حاد في الخلايا اللي بتطلع الإنسولين من البنكرياس. والالتهاب الحاد ده كان يكون مناعي، والناس ده بقى ميته في المناعه اللي بدور عشان الكورونا. اتفضل. تمام. طيب ناخد الحاجه سرية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. انت رجعتي تاني مش كنت بتكلمينا؟ لا معلش انا نسيت اسال الدكتور على التريسيبا. لا اتفضلي براحتك. باخد 16 دي برضو ثابته يا دكتور مع اللوفر؟ لا 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 هتتشال يا فندم. اشيلها؟ هتتشال. طيب شكرا. الف سلامه. شكرا شكرا على سرية. ناخد الحاجة صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. اتفضلي يا حاجة صباح. حضرتك أنا عندي الغدة الدرقية. نعم. وكانت عالية عليا، حضرتك أنا عايز أمشي على البرشام في رمضان، أعمل إيه؟ بتاخدي علاج إيه يا فندم؟ باخد اللي هو الـ50 والـ25. ده حبة صغيرة عليكي قوي ده. أنت سني كام سنة؟ وعندي الضغط. استني بس بالراحة شوية عليا. انت حضرتك العلاج ده شويه يعني لو عندك الغده الدرقيه ده غير كافي. ايوه يعني 75 ده جرعه غير كافيه لسن حضرتك، واضح ان سنك مثلا سنك كام؟ 40. 45. انا قلت لك 45 اهو. لا مش كافي. وزنك قد ايه؟ انا 100 و107.
107 بتاخد 75، ده انا اظن يديك 570 بهزر. احنا هتاخدي 100 بس على طول يا دكتور، عندي امساك على طول. ما هو عشان هي ناقصه يا ست الكل، الدواء مش كفايه، انت بتاخدي الدواء ناقص، ما بتتعالجيش عند حد بتاع غدد صماء حضرتك. هو بيهزر معاكي، خايف من الدواء، اللي بيعالجك خايف من الدواء. انت حضرتك هتبداي على 100 لمده اسبوعين ثلاثه كده وربنا ييسر، وتاخديه قبل الفطار. تاخديه قبل السحور بساعه. الف سلامه حاجه صباح. شكرا على حاجه صباح. هناخد الاستاذ خالد. سلام عليكم استاذ خالد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ خالد. لو سمحت كل سنه طيبين الاول. وانت طيب يا فندم. الصحه والسلام. الاول انت بعيد عن التلفزيون او موطيه؟ بعت التلفزيون يا استاذ. بعت التلفزيون حضرتك؟ بعيد عن التلفزيون خالص. لا بقول لك بعت التلفزيون. لا ده مش للدرجات. لا انت بتتفرج علينا من عند الجيران. اتفضل يا فندم اتفضل. ايوه اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. طيب يا استاذ. بقول لحضرتك يا دكتور لو سمحت، انا عندي قولون مبهدلني خالص. بقاله كام سنه؟ بقاله بتاع 6 سنين. سنك كام سنه؟ عندي 37. 37 سنه. متجوز واحده ولا اتنين؟ لا واحده بس والله. طيب خلاص تبقى هي مش السبب. اوكي حاضر اقفل وهقول لك العلاج. ماشي شكرا. شكرا استاذ خالد. شكرا. طيب اتفضل. هنجاوب على بعضه مع بعضه. تمام. ناخد الحاجه ام محمد. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. حضرتك انا عندي السكر بقالي 15 سنه. نعم. عندي سكر من 15 سنه. وكنت ماشي على حبوب على بتاع ده سلوفاج واماريل. طيب. وسكري ما كانش بينزل اقل من 250 و260 و140 صايم و260 فاضي. رحت الدكتور غير لي العلاج كله. عظيم. اداني جليبوفيت. ادها ايه؟ قولي تاني اداكي ايه؟ جليبوفيت. طيب كملي. جليبوفين. جليبوفين. ايوه. وجلفز. طيب وبعدين؟ انا عامله قسطره مرتين. انا قسطره للقلب. وعندي ضغط. وعندي ضغط. طيب. فبحس دلوقتي بعد العلاج الجديد برضو السكر نزل شوية، بقى 180 وعلى 140 فاطر وصايم. يعني فاطر 140 وصايم 180 ولا العكس؟ العكس، الصايم هو اللي 140 والفاطر 180. بقالك العلاج الجديد ده بقاله قد ايه؟ بقاله شهرين. والتحليل ده من امتى؟ التحليل ده من 3 ايام. طيب السؤال ايه بقى؟ انت عاوزه تظبطه؟ السؤال بقى ان انا بحس دايما بوجع في القلب، بوجع ودوخه. يعني هو من السكر. لا استني بس، وجع في القلب يعني ايه؟ على الصدرك يعني؟ ايوه، الم في صدري. الم في صدري. اما تاخدي نفس عميق، تاخد نفس عميق، الألم يزيد؟ أيوه كده. ووجع. طيب أما تحركي إيديكي أو كتافك الألم يجي؟ أيوه في وجع في أطراف رجلي، صوابع رجلي. أنت قلبت من صدرك لرجليك يا حاجة. يا حاجة خلينا لا. الأول في صدرك ده المهم، وبعدين ننقل على رجليكي، وبعد رجليك ايديك عادي يعني. بس لسه صدرك في ربع ساعه كلام صدرك ده. طيب ماشي. قلنا مع النفس العميق الالم بيزيد. ايوه. مع حركه ايديك وكتافك الالم بيزيد صح؟ ايوه. طيب لو مشيتي في الشارع من غير ما تحركي صدرك كتير ولا تاخدي نفس عميق الالم بيجي؟ لا. خلاص دي عضلات يا ستي وعظام الصدر، ما فيهوش خطوره. ممكن تكون لفحة برد كده تدفي وظبطي الدنيا وانت تعرفي تعالجيها احسن مني. السؤال التاني عشان نخلص، اتفضلي. انا
طيب ماشي، انا ماشي على برشام للقلب اللي هو انا عامله قسطره مرتين. عارف بس مش كل واحد هيقول الحته دي، احنا نقول له اعمل قسطره تاني وادفع 40,000 جنيه ما تخليك كويس. طيب ماشي. بالنسبه لصوابع رجلي من قدام وايدي مش حاسه بيهم. لا دي اعصاب طرفيه ولازم السكر يتظبط لمده 6 شهور وبعد كده ربما يا ربنا يكرمنا وتبقى كويسه. فسكرك دلوقتي انت محتاجه وزنك كم كيلو؟ وزني كان 87، مشيت مع دكتور بقيت دلوقتي 79. ده عامله رجيم انت ولا هو اللي نزل بالعلاج؟ لا انا عملت رجيم. شاطره، بتمشي كل يوم ساعه، خليك على نفس العلاج ده وامشي كل يوم نص ساعه، هتلاقي السكر بعد اسبوعين بقى طبيعي وكل الحاجات دي راحت ان شاء الله. الف سلام. شكرا شكرا يا حاج ام محمد. بالنسبه بقى للنوع الثاني قلنا امتى يفطروا. تمام. يعني امتى يفطر؟ يفطر اما يكون عنده حاجات شديده مع مرض السكر. وهو الحقيقه من غير السكر ممكن يفطر. يعني واحد عنده فشل كبدي مع السكر يفطر. تمام. فشل كلوي او قصور في الكليتين، مش لازم فشل فشل. يعني لان هنا كمية السوائل بتاعت الجسم لو قلت والكلى مش شغالة 100% هتتعب، واخد بالك؟ تمام. تلاتة، هبوط في القلب برضو. عنده مثلا جلطات قديمة في المخ بس بصورة مؤثرة، يعني سايبة بقايا تأثر للجهاز العصبي، يعني ما بيعرفش يتكلم كويس، عنده ضعف في الجنب اليمين او الجنب الشمال، صداع على طول وما الى ذلك، انخفاض ضغط متكرر. يعني لو هي الستات بالذات الضغط بينخفض وعندهم سكر بينخف اكتر ما يكون الضغط عالي شويه، لان انخفاض الضغط مع انخفاض السكر بيعمل لنا مشكله اثناء الصيام. وهنا بنخاف من ان تكون الغده القذريه نفسها هي اللي تعبانه. تمام. فهنا لازم ندي علاج. في حاجه؟ لا مفيش حاجه. طيب بس احنا تقريبا وصلنا للنهايه. ايه ده بدري كده؟ نهاية الحلقة يعني. والله. بس أطلب منك في النهاية حاجتين المرة فضل. دي. الحاجة الأولانية الدقيقة بتاعتك الحلوة اللي بتديها في كل حلقة. نعم. بس تبقى دقيقة اطمئنان. حاضر. من الدكتور محمد سعد للمريض أو للمشاهد، دي حاجة. والحاجة التانية بستأذنك إنك أنت اللي تقفل الحلقة بعد ما تخلص الدقيقة، علشان تهني المشاهدين برمضان وقناة الصحة والجمال. حاضر يا سيدي. احنا بنقول دلوقتي ان جميع مرضى السكر ممكن القاعدة العامة هم اللي يصوموا، والاستثناء ان هو اللي يفطر. وقلنا الحاجات اللي ممكن مريض السكر يفطر بسببها في رمضان، وامتى يقطع الصيام بتاعه، ان هو هيحلل مثلا من بعد صلاة الظهر او ما قبل العصر، لو لقى سكره عالي قوي يفطر عشان يشرب سوائل كتير وياخد علاج، لو لقى منخفض يفطر عشان ياكل عشان سكره يرتفع. والكلام ده بالذات للناس اللي فوق الستين او الخمسة وستين سنة او ساعات 70 سنة، ده نخلي بالنا منهم. الباقي كله ان شاء الله مش هيكون فيه مشاكل، ولا سيما ان الصيام دلوقتي بقى 13 14 ساعة والجو مش وحش ومفيش رطوبة مفيش حر قوي، فان شاء الله كله كل عام وهم طيبين وكانت صحة وجمال كلها طيبة بوجودك يا استاذ اسامة. مش عندنا شيء.